كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شروان الدبرداني عن وجود أكثر من 30,000 داعشيين من مختلف المحافظات العراقية في مخيم الهول في سوريا، مشيرا إلى أن نقلهم لمخيم الجدعة يمثل قنبلة موقوتة تهدد البلاد. وقال الدبرداني أن الحكومة اتفقت على نقل الأسر الداعشية من سوريا باتجاه مخيم الجدعة دون استشارة أو إشراك نواب نينوى واللجنة الأمنية العليا، عادا إياها خطوة غير موفقة. فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أيوب الربيعي أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا في الأيام المقبلة لبحث ملفات متعددة في مقدمتها قرار نقل أسر داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة.